ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هيتكلم عن حاجتين مهمين جدا لو انت بتعمل واحدة منهم، اذا ما تحلش بروبلم سولفنج خالص ووفر وقتك لحاجة تانية مفيدة افضل. اول حاجة، لو انت فكرتك عن البروبلم سولفنج انك تحل اكبر كم من المسائل وبس، وخلي بالك من كلمة بس، اذا ما تحلش، عشان انت كده مش بتستفاد، انت كده بتضيع وقت وخلاص. اللي هو ازاي؟ المفروض انا لما احل المسألة حلتها بحاجه معينه او باستراكشر معين، اذا انا اكون لازم فاهم ليه الاستراكشر ده استخدمته عشان احل المساله ديت. ممكن المساله يكون ليها اكتر من حل، طبعا وارد جدا ان المساله يكون ليها اكتر من حل، فلازم تفهم ليه استخدمت ده وعملت اجنور لحاجه تانية. فلو انت فكرتك انك تحل اكبر كم من المسائل وانك عاوز تعمل بس سبمشن للكود عشان تبقى انت ايه اسمك انك الواد حل ايه اكبر كم من المسائل، لو انت فكرتك كده ما تحلش خالص ووفر وقتك لحاجة تانية افضل، لان صدقني انت كده مش بتستفاد، انت كده بتضيع وقت. فاهم حاجة وانت بتحل المسائل تخلي بالك انك لازم تكون بتحل المسألة عشان تفهمها وعشان تتعلم منها وعشان تشوف ازاي قدرت توظف اللي انت متعلمه توظفه صح. تاني حاجة بقى، الناس الناصحة، الناس اللي عاملة فيها عم الذكي وبيروحهم يجيبوا الحل من يوتيوب او جوجل وياخدوه يعملوا سبميت ويقول لك كده انا ايه، كده انا ايه فلة، ولا ليه اي ستين لازمة. عمرك ما هتوصل لو هتمشي بالطريقة ديت، عمرك ما هتستفاد لو هتمشي بالطريقة ديت، عمرك ما هتعمل اي حاجة في حياتك لو انت هتمشي بالطريقة ديت. غلط يا جماعة، غلط انك تروح تجيب الكود من جوجل او من يوتيوب، لانك انت كده ما فكرتش، انت كده خدت حل بتاع غيرك حطيته. انا ما عنديش مشكلة انك تروح تجيب الحل، بس امتى؟ بعد ما تكون جبت اخرك، بعد ما تكون فكرت مرة واثنين وثلاثة، حاولت، فكرت، حليت غلط، عملت الجوريزم وحل المسألة غلط، بس انت فكرت في الاخر خالص، ابقى شوف الحل وتعلم منه مرة في مرة، تمام، هيكون مفيش مشكلة. لكن هتروح تجيب الحل في كل مرة وتعمله سبميت وتقول لي انا حليت واشوف اللي بعديها، ما تحلش خالص. روح شوف لك اي تكنولوجي افضل وذاكره وما تضيعش وقت، لانك انت كده ما بتعملش اي حاجة خالص. خلوا يا جماعة عندكم حتة الفيزيبيليتي، اللي هي ان انا يكون عندي القدرة ان انا اتعلم اكتر، عندي القدرة فعلا ان انا لو في حاجة جديدة اجيبها واتعلمها. انا كواحد بحل مسألة عادي، عادي جدا يقف قدام المسألة، عادي يقف قدام المسألة لانها هتتحل مثلا باستراكشر جديد انا معرفوش، وليكن بحل مسألة وهتتحل بالماب، انا معرفش الماب، خلاص الدنيا وقفت، اوقف الدنيا واقول ياه لازم اروح اذاكر الداتا ستراكشر، لازم اروح اذاكر الالجوريزم. لا، مفيش اي مشكلة انك تسيرش على الحتة اللي انت تقدر تستخدمها عشان تحل المسألة. وخلي بالك عشان الناس بتتلخبط، في فرق انك تجيب الحل وتحطه، وفي فرق انك تسيرش على حتة معينة في الكود تفهمها عشان تقدر تستخدمها في حل المسألة، فخلي بالك من النقطة ديت. واخيرا وليس اخرا، لو انت بتحل بروبلم سولفنج اعرف انك ماشي في خطوة صح، واللي يقولك انت بتضيع وقتك يا عم روح تعالى نتعلم تكنولوجي، سيبك منه، البروبلم سولفنج مهمة في حياتك، وهي ديت اللي هتخليك تفرق واحد عن واحد، وهتزود من تفكيرك وترفعك في مكانتك في ايا كان انت في انهي شركة. فالبروبلم سولفنج مهمة جدا، ومعظم الشركات الانترناشنال المحترمة بتسأل في البروبلم سولفنج. شكرا.